تغطية موجودة الآن، الهجوم السريع في محاولة لفريق الدفاع، تلعب كرة عرضية، فرصة الهدف، الهدف يأتي لفريق الدفاع، دفاع الحسن الجديدي، فريق الفارس سجل بلمسة كانت حاسمة هذه المرة. يخترق الدفاع الرجاوي بنجاح أيوب نناح، يمنع فريق التقدم. اختراق ممتاز من أيوب نناح، يضع كرة في المرمى مانح عن فريق الدفاع الأسبقية. الثالثة ثابتة أكيد من خلال محاولة ثالثة، وصل من خلال فريق الدفاع إلى مرمى الرجاء. تتغير النتيجة وفريق الدفاع الحسن الجديدي يصل إلى مرمى الرجاء بسهولة تامة. شوفوا الإعادة، تمريرة من حميد باتجاه انطلاقة أيوب نناح، يمنع فريق التقدم. النتيجة الآن تتغير بهدف اللاعب أيوب نناح، يصل بسهولة تامة إلى مرمى منافسة. مشاكل بالجملة في دفاعات فريق الرجاء، يقبل هدف. الآن النتيجة تتغير، أيوب نناح يمنع فريق التقدم بواحد صفر. يعود فريق الرجاء في الشوط الأول للمباراة ويدرك التعادل. كرة تلعب بشكل مقوس داخل منطقة التعادل، هو التعادل بفضل رأسية رائعة جدا على مستوى القائم الثاني. تمكن جواد اليميق من إدراك التعادل، جواد كرة طار لها وأسكنها الشباك، صاحب طول قامة يتمكن جواد من إدراك هدف العودة. فرحة الجمهور الرجاوي بهدف التعديل، فريق الرجاء يرجع للمباراة 1-1 من خلال كرة ثابتة. كرة تلعب على مستوى القائم الثاني، وجواد يميق يفاجئ يحيى الفيلالي، كرة تفاجئ بها حارس مرمى فريق الدفاع. شوف الإعادة مرة أخرى، صعود كان ممتاز من اليميق اللي أسكن كرة داخل المرمى. 1-1 هدف مقابل هدف، الرجاء يرجع للمباراة بعد بداية صعبة. واجه مشاكل بالجملة في الدفاع، سجل فريق الدفاع الأسبقية، ولكن الرجاء يرجع للمباراة. هدف مقابل هدف، اليميق يعيد المباراة لنقطة البداية. إلى الهجوم لفريق الدفاع، كرة ممتازة الثاني، الهدف الثاني في خدمة كبيرة، خدمة كبيرة كبيرة كبيرة، والهدف الثاني لفريق الدفاع. يلعب بالنار الرجاء من خلال دفاع متقدم، ما فيش عمق دفاعي يضرب فريق الرجاء هذه المرة. الهدف يأتي عن طريق حميد أحداد، أحداد دي غالط أنس سنيتي. النتيجة تتغير في آخر لحظات الشوط الأول، مرة أخرى يضرب دفاع فريق الرجاء، ما فيش ليبرو، ما فيش مدافع يقوم بالعمق. خط الواحد سلاح ذو حدين، ولكن لم ينجح الرجاء في تطبيق ذلك. مرة أخرى كورة في العمق، كورة عميقة تضرب الدفاع الرجاوي، وهذه المرة حميد أحداد يجد المنفذ للوصول لمرمى الرجاء. اخر لحظات شوط اول، فريق الدفاع الحسن الجديد يتمكن من العوده للتقدم الجديد 2-1. شاكر عبد الرحيم في التنفيذ، شاكر يلعب كره مقوسه، الكره تبعد. حضراف كنترول من زكريا، زكريا حضراف لاعب السابق لفريق الدفاع. والتعادل، التعادل يأتي، سجل يسجل الرجاء هدف عكسي من نيران صديقة. يأتي الحل، يأتي التعديل للرجاء، الرجاء يدرك التعادل. النتيجة 2-2. كورة كانت من يجور، يجور استلم كورة داخل المنطقة، مررها لتضرب مدافع فريق الدفاع الجديد. النتيجة 2-2، هدفان لهدفين، 4 أهداف في هذه القمة. فريق الرجاء الكبير يرجع للمباراة من الباب الكبير، من الباب الواسع، من كورة يجور أمامنا حضراف. حضراف الاكس اللاعب السابق الجديدة، يلعب كورة عرضية، كنترول كورة لازالت في اللعبة، كورة لم تتجاوز الخط، وخطأ كبير حاول ابعاده حمامي، محمد حمامي اللي دخل في الشوط الثاني، اللي خدا مكان انور جيد، حاول ابعاد الكره، يخطي خطا فادحه ويسجل هدف بالخطا في مرمى فريقه. مانح الرجاء هديه غاليه، هديه العوده للمباراه 2-2، 4 أهداف في يد القمه. ايمن كان في محله، بدر يلعب كره وسط الميدان، الانطلاق لفريق الرجاء، ايقاع المباراه السريع في الشوط الثاني. هذا يجور، يجور ينطلق، يجور محسن يراوغ، محسن سدد، محسن رائع جدا من زاويه صعبه.
صعبة وضيقة جدا. محسن ياسور يذكرنا بانطلاقاته في المونديالات 2013، انطلاقة رائعة جدا. وياسور ياسور شباك فريق جديدة بالهدف الثالث. الرجاء يأكد قوة الشخصية، يأكد أنه الكبير الكبير يمرض ولا يموت. الرجاء رغم الغيابات المؤثرة، رغم الضائقة المالية والظروف الصعبة، ولكن الرجاء الفريق الكبير الكبير يكبر مع المباريات. أمامنا ياسور، ياسور انطلق، ياسور مر، ياسور سدد، ياسور يسجل. محسن رائع جدا. الهدف الثالث للرجاء العالمي. الرجاء يتقدم 3-2 على عيساب فريق الدفاع الجديد. رائع جدا يا محسن. محسن السوبر والرجاء السوبر، والرجاء يضرب الدفاع ويذكر فريق جديدة ان كرة القدم اللي تضيع يخسر، الدفاع ضيع والرجاء ما يرحمش. 3-2، 5 اهداف في هذه القمة.